السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في فيديو جديد ومع السلسلة المتواصلة التي تشمل شخصيات مسلسل أولاد الحلال. اليوم سنتكلم عن طبيبة الطفل المختطف أو ما تعرف باسمها الحقيقي مريم أكبير. هيا دعونا لنتعرف على حقيقتها ومن تكون، لكن قبل البدء ادعم هذا الفيديو بإعجاب. ما تخافيش عليا يا الهام، يبقى راسي مرفوع مهما صار، وكيما وصيتيني يا الهام لا تهلاتي خافي. مريم أكبير هي ممثلة وعارضة أزياء جزائرية، ولدت في 26 فبراير 1991 في الجزائر العاصمة. تخرجت من الجامعة سنة 2013 وبدأت مهنتها كعارضة أزياء سنة 2012، وفي سنة 2016 بدأت مشوارها الفني كممثلة بدور زهرة في المسلسل الكوميدي تحت المراقبة. حققت مريم نجاحا باهرا وكبيرا كممثلة بسبب إتقانها الكبير لدور زهرة في مسلسل تحت المراقبة، وقد حصلت على ردود فعل جيدة وتعليقات مشجعة لها من طرف الجمهور. مريم جزائرية الأصل التي بدأت مهنتها كعارضة أزياء، وذلك عن طريق دخول المسابقات والقيام بعدة جلسات تصوير. كانت مريم من ضمن العشر الأوائل في المسابقة، وفي سنة 2014 قامت بجلسة تصوير لمجلة حواء، وفي سنة 2016 بدأت مهنتها كممثلة. وقالت مريم أن التمثيل لأول مرة بجانب ممثلين محترفين كعبد القادر السيكتور ومراد صولي جعلها تشعر بالخوف والتوتر، لكنها تلقت ردود فعل إيجابية من المتابعين وقد شجعها العامة بسبب المجهودات التي قدمتها في تجسيد دور الزهرة الفتاة الفقيرة والمحبة للبكاء في مسلسل تحت المراقبة. في سنة 2017 تم إصدار الموسم الثاني من مسلسل تحت المراقبة، وقد شاركت أيضا مريم فيه بدور الزهرة، وشاركت أيضا في مسلسلات عديدة أبرزها في سنة 2016 في برنامج زوبير شو وافتح قلبك، وفي سنة 2017 الجزائرية شو كضيفة، وفي مسلسل كما قلنا تحت المراقبة بشخصية زهرة في كلتا الجزئين. وكانت مشاركتها الأخيرة في مسلسل أولاد الحلال الذي بث على قناة الشروق بدور الطبيبة التي تعالج الطفل المختطف وعاشقة مرزاق بطل المسلسل، وقد أدت دورها بنجاح وكسبت قلوب المتابعين ومحبتهم الكبيرة. نعم، هذه كانت قصة الطبيبة في مسلسل أولاد الحلال التي لا يعرفها إلا القليل. وفي الأخير، كم من إعجاب تستحق مريم أو طبيبة الطفل المختطف؟ واترك لنا في التعليق رأيك وتقديرك على تمثيل الدور الذي قامت به هذه الطبيبة، ولا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بالجديد فورا، والسلام عليكم.